رغم فقدانهم لسندهم في الحياة ورغم الصعوبات التي عاشوها، ذوي الشهداء بمحافظة الأنبار يحصدون على المراتب الدراسية ليكملوا مسيرة العطاء التي بذل فيها آبائهم لأرواح. بعد تعب وسهر ورغم فقدنا أن والدنا واستند إلنا، الحمد لله طلعت معدل ما يقارب 95، واليوم تكرمنا من الأوائل وقبل طب أسنان. على الرغم من الصعوبات وفقدان المعيل الوحيد، قدرنا نتفوق ونتحدى الصعاب وتصدرنا والحمد لله، وقدرنا نغير شيء يعني من واقعنا وشيء يعني شيء أفضل لنا ولمحافظتنا محافظة الأنبار. أكثر من 50 طالب وطالبة من ذوي الشهداء اجتازوا المرحلة الإعدادية بتفوق عال، بالرغم من فقد من كانوا خيمة لهم وشقوا طريقهم نحو أساس متين لمستقبل واعد، آملين أن يستمر الدعم الحكومي لشريحة الشهداء والجرحى في الأنبار إكراما لما قدموه من مواقف وطنية وإنسانية ومواجهتهم قوى الشر والإرهاب. داعمين لهذه الشريحة التي تستحق منا كل التقدير والدعم، ولنا لقاءات معهم في المرحلة القادمة. قمنا بنقل تحيات السيد المحافظ ودعمه لهم في جميع المجالات التي تحتاجها هذه الشريحة التي ضحى آبائهم وأخوانهم بأغلى ما يملكون. متواصلون معهم في قادم الأيام لتذليل كافة العقبات التي تواجههم والأمور التي يحتاجونها. اليوم مؤسسة الشهداء أخذت على عاتقها الاهتمام بشريحة ذوي الشهداء ودعم الطاقات الشبابية وخاصة الكفاءات من خلال دعمهم ومن خلال تكريمهم ليكونوا قادة في المجتمع. اليوم ذوي الشهداء قدموا ما قدموا من تضحيات، سواء من خلال تضحيات ذويهم الذين كانوا ضحية الإرهاب، أخذين بنظر اعتبار أنه محافظة الأنبار تعتبر من المحافظات الأولى المتضررة في محافظة الأنبار. اليوم الحكومة المحلية والحكومة المركزية وتوجيهات السيد رئيس المؤسسة وتوجيهات دولة رئيس الوزراء متمثلة بتعويض ذوي الشهداء ماديا ومعنويا بما يتلائم مع حجم التضحيات. إنجاز دراسي وضعته محافظة الأنبار في موضع التكريم ضمن البرنامج التعليمي والتطويري لإنصاف شريحة أبناء الشهداء في المجتمع وحثها على المزيد من التطور العلمي. من الأنبار معاذ الدريمي، ون نيوز.